السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أراد الحفظ فليأكل العسل. العسل وما أدراك ما العسل، له فوائد عديدة. إذا أردنا نسوي فواصل وفواصل وفواصل ما راح نفي 1% من فوائد العسل حقيقة أحباء المشاهدين. أيضا عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الشراب العسل، يرعي القلب ويذهب برد الصدر. اللي متأذين من الكحة خلي يشربون عسل، هذا عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الرسالة الذهبية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، شنو قال الإمام الرضا بالرسالة الذهبية؟ قال: من أراد دفع الزكام في الشتاء فليأكل كل يوم 3 لقم من الشهد. بالمعنى الشعبي 3 خاشوقات عسل إذا أردت تدفع الزكام عنك، وخصوصا في فصل الشتاء. العسل غذاء لذيذ جدا، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، وله العديد من الفوائد، منها يعد مصدرا جيدا للطاقة، يساعد في علاج السعال، يقي المعدة والأمعاء من العفونة، يعالج الأرق، يرفع التعب وتشنج العضلات، يقوي الشبكية العصبية للأطفال، يرفع نسبة الكالسيوم في الدم، يقوي الجهاز الهضمي، يقوي القلب، يساعد في علاج أمراض الرئة، يعالج قرحة المعدة، يعمل على تصفية الصوت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل جعل البركة في العسل، جعل البركة في العسل. وزاد الرسول أيضا: وفيه شفاء من الأوجاع. ما حدد الرسول أي وجع، كل الأوجاع، كل الأوجاع اللي يشرب عسل إن شاء الله يشافى من عدها. وقد بارك عليه 70 نبيا، 70 نبي باركوا طبعا العسل، وهو مذكور في القرآن وفي روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسأل الله لكم السلامة والصحة والعافية، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.